ابن الجزري رحمه الله وبعد ان هذه مقدمه او مقدمه فيما على قارئه ان يعلمه وبعد كما نرى على اللوحه اي وبعد البسمله والحمدله والصلاه البسمله التي قالها في الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمدله ايش؟ الحمد لله رب العالمين الصلاه يعني الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الحمد لله هذه على وزن فعل لا ما هيك موجودة كثيرا هذه يسموها الكلمات المنحوتة الكلمات إيه منحوتة يعني يقولون سبح شو يعني قال سبحان الله حمد لله قال الحمد لله انتبهنا شلون استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون هذا معنى استرجع مثلا حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا إن هذه مقدمة أو مقدمة أي إن المعلومات التجويدية حوتها هذه المنظومة هي مقدمة لمن يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى فيما على قارئه أن يعلمه فيما على قارئ أن يعلم يعني فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويده. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولًا أن يعلموا. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولًا أن يعلموا. إذ واجب هذا الوجوب وجوب إصطلاحي ما هو وجوب شرعي. الوجوب الشرعي إخواني هو الذي يأثم بتركه انتبهت كيف؟ يعني الصحابة الكرام ما كانوا بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام التي ندرسها نحن الآن انتبهت كيف؟ ما فينا نقول واجب شرعي وإلا الصحابة آثمين لأنهم ما تعلموا مخارج الحروف ولا صفات الحروف واجب بمعنى نحن الآن لسنا مثلهم هم عرب أقحاح هم في زمن النبوة عرب أقحاح أما أنا وأنتم فإما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون ما فينا عربي طح ماتوا من زمان العرب الأقحاح ماتوا من زمان أما اليوم فإما عربي مستعجم أو عجمي مستعرب وألسنتنا فسدت منذ تقريبا المئة الثانية للهجرة فكيف الآن؟ ألسنة فاسدة الله يتوب علينا اذ واجب وجوبا اصطلاحيا بمعنى ما لا بد منه مطلقا وبمعنى ما ياثم بتركه اذا اوهم خلل المعنى او اقتضى تغيير الاعراب وسياتي تفصيله سنفصل في هذا الموضوع بعد قليل باذن الله قبل الشروع اولا ان يعلموا شو بدهم يعلموا كما نرى على اللوحه مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات وفي نسخ لينطقوا بافصح اللغات نفس المعنى مخارج الحروف ان يعلموا مخارج الحروف مخارج جمع ايش؟ جمع مخرج والمخرج ما هو؟ كما نرى على اللوحه مخرج الحرف مكان خروجه نعم والصفات الصفات جمع شو؟ صفه وصفه الحرف كما نرى على اللوحه هيئه خروجه من مخرجه كما ذكرت لكم أول أمس لا يكفي للطالب لطالب القرآن أن يعلم مكان خروج الحرف بل لا بد أن يضيف إلى ذلك صفة الخروج كيف كانت العرب تنطق هذا الحرف يعني من الشفتين عندنا با وعندنا با فهل العرب في زمن النبوة كانوا يقولون بي بسم الله أم يقولون بسم الله؟ كانوا يقولون بسم الله ولا يقولون باسمي، فلو قرأ قارئ باسمي ماذا أقول له؟ هل أقول له ايت بالباء من الشفتين؟ هو أتى بها من الشفتين. هو ما غير المخرج وإنما غير الصفة. ليس مع الباء العربية هواء متدفق. با، بو، بي، ليس في العربية هذه الأصوات. في العربية با، بو، بي. مجهورة وليست مهموسة إذا هنا عفوا مخارج الحروف والصفات ليلفظ ليلفظوا بأفصح اللغات طبعا قصد أفصح اللغات اللي هي اللغة العربية أفصح من الفصاحة والفصاحة هي البيان والوضوح طالما تكلمنا عن الحروف مخارج الحروف ما هي الحروف العربية؟ الحروف العربية كما نرى في هذه اللوحة يا إخواني او مجموعتان اما ان نقصد بالحروف المنطوقه واما ان نقصد بالحروف المكتوبه فان قصدنا المنطوقه يسميها العلماء الحروف الهجائيه الحروف الايه الهجائيه وان قصدنا المكتوبه يسميها العلماء الحروف الابجديه اما المنطوقه التي كانت العرب تنطق بها فهي تسعه وعشرون حرفا قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد في التجويد وعدة الحروف للهجاء تسع وعشرون بلا امتراء وأما المكتوبة فإنها ثمانية وعشرون حرفا ولسائل أن يسأل لماذا كانت المكتوبة أقل من المنطوقة بحرف وما هو هذا الحرف الذي تنطقه العرب ولا تكتبه والجواب على ذلك أنه حرف الهمزة كما سيأتي بعد قليل الحروف الهجائية المنطوقة يعني كما نرى على اللوحة تسعة وعشرون حرفا رتبها الإمام نصر بن عاصم رحمه الله من كبار الأئمة القدامى بحسب تشابهها في الخط ونقطها ليفرق بين المتماثلات هي ما كانت منطوقة، ما منقوطة، ما كانت منقوطة، فنصر ابن عاصم رحمه الله نقطها ليفرق بين انظروا إلى اللوحة، تجدون الحرف الأول، هذا الحرف الأول هو الهمزة، هو الإيه؟ الهمزة، ولكن مجازاً يقولون عنه ألف، لأنه يكتب على هيئة عندنا بعدها باء تاء ثاء، أرأيتم كيف أن شكلها واحد؟ انظروا إلى اللوحة، فلذلك وضع نصر رحمه الله تحت الباء نقطه وفوق التاء نقطتين وفوق الثاء ثلاثه نقط قد يقول قائل ولماذا لم يضع نقطه واحده من فوق وضعها ولكن على النون انظر الى النون في اخر الحروف فوضع عليها نقطه لانها ايضا تشتبه بالباء والتاء والثاء ثم تاتي الجيم والحاء والخاء هي متماثله في الخط فوضع رحمه الله في داخل الجيم نقطة وفوق الخاء نقطة وترك الحاء من غير نقط لانها عندئذ لا تشتبه كذلك الامر بالنسبة الى الدال والذال كما سياتي معنا هذه الحروف التي ترونها امامكم هي الحروف الهجائية وفي اخرها الواو والالف والياء هذه التي ترونها مكتوب لام الف هي الالف وسياتي الحديث عنها بعد قليل تنبيه الالف التي في اول الحروف الهجائيه هي الهمزه واما الالف المديه يعني لما بتقول انت قال يا قال عاد مالك ما هذه الالف المديه فهي قبل الحرف الاخير ويعبر عنها بلام الف لانها لا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا بس اعطوني تركيز قليل لو سمحت اخي الكريم كل حرف من حروف اللغه العربيه له حاله من اربع حالات كل حرف الا الالف اترك الالف قليلا كل حرف ما عدا الالف اما ان يكون ساكنا او مفتوحا او مضموما او مكسورا ولا خامس اما الالف هذا الحرف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا إذا ألف متحركة لا يوجد طيب ألف ساكنة ليس قبلها مفتوح أيضا لا يوجد فالألف لا بد أن يكون قبلها حرف مفتوح وبالتالي الألف لا تتصدر يعني يستحيل أن تجد كلمة أولها ألف ألف منطوقة لأنها دائما هي مفتقرة لمن؟ لحرف يتقدم عليها وهذا الحرف يجب أن يكون مفتوحا انتبهت كيف؟ طيب لو قال قائل لأخيه انطق لي ألفا ماذا يقول الثاني؟ لو قلت لأخي مثلا انطق ألفا ماذا تقول؟ أ آه يقول أ آه. إذا وضع قبل الألف همزة لماذا وضع؟ ألم يكن ممكن أن يقول با أو يقول سا أو يقول قا ممكن المهم أن يضع حرفاً قبلها نريد حرفاً له مزية نريد حرفاً له مزية ماذا قال العلماء؟ قالوا عندنا في لغة العرب شيء اسمه لام التعريف شو اسمه؟ لام التعريف الكذا مثلاً المسجد هذه اللام لام ساكنة أليس كذلك؟ والعرب من قواعد لغتهم أنهم لا يبدأون بساكن فإذا وجد عندهم كلمة أولها حرف ساكن يجلبون لها همزة الوصل كما سيأتي معنا في آخر المنظومة عند قول الجزري بإذن الله أه وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم فإن وجدت لام التعريف الساكنة جلبوا لها همزة الوصل مفتوحة ولكنهم يكتبونها على هيئة مين؟ على هيئة ألف ألم نقل إن الهمزة لا صورة لها؟ عندما أقول أنا المسجد أه ماذا أنطق؟ همزة لكن ماذا أكتب؟ الف إذا لام التعريف الساكنة احتاجت وافتقرت إلى حرف يتقدم عليها، من الذي خدمها؟ الألف الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها، من أولى الحروف أن يرد لها الجميل؟ اللام عرفت فقالوا لام ألف عرفت لماذا قالوا لام ألف؟ بدل اذا واحد قال للثاني انطق لي الفا فعلى الثاني ان يقول لا انتبهت قال الطيبي رحمه الله عن الالف فلفظها مفرده ممتنع و مفرد ولم تكن في الابتداء تقع فمن يكن عن الف قد سئل بان يبين لفظها يقول لا انتبهت كيف اذا قال لك اخوك انطق لي الف تقول له لا؟, لا فهو يظن انك يعني لا تريد ان تنطق وانت قد نطقت نعم اذا هذا معنى قول علماينا في اخر الحروف الهجائيه لام الف يعنون بها الالف انتبهنا يا اخي كتابه الهمزه بين الاملاء القديم والحديث لم يكن للهمزه عند العربي صوره في الخط بل كانوا يعاملونها كالتالي في اول الكلمه يكتبونها الفا سواء كانت مفتوحه او مضمومه او مكسوره مفتوحه مثل اتى انظروا الى اللوحه ومكسوره مثل ابراهيم ومضمومه مثل امور هكذا كانوا يكتبون الهمزه في اول الكلمه اما ان كانت الهمزه في وسط الكلمه او في اخرها فهو ما نراه في هذه اللوحه ثانيا في وسط الكلمة أو آخرها يكتبونها ألفا أو واو أو ياء أو لا يكتبونها وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر انظروا إلى الأمثلة سأل هل رأيتم كيف كانوا يكتبونها على ألف وهذه متوسطة سؤال يكتبونها على واو وهي متوسطة سُئِيلَ يكتبونها على ياء على سن وهي متوسطة براءة هكذا يكتبون براءة من غير همزة وهي متوسطة وهي التي نكتبها في عصرنا على السطر أما المتطرفة ملجأ ملجأ كي يكتبونها على هيئة ألف العلماء يكتبونها إيش لا يكتبونها نحن نكتبها على إيه على السطر بؤ بق باء يبوء والفعل الامر منه بؤ ما بيقول لك فباء بغضب من الله ها باء يبوء وانت يا فلان بؤ فعل امر من باء يبوء تكتب هكذا باء واو جئ فعل امر من جاء يجيء كيف يكتبونها ها جيم هكذا كانت الكتابه في عصر النبوه الى ان جاء الامام العظيم الخليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله فهو الذي وجد انه من الضروري أن يكون للهمزة صورة في الخط انتبهت فاخترع لها صورة أول من اخترع صورة للهمزة في الخط من هو الخليل رحمه الله ثم اخترع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة خمس وسبعين ومئة هجرية لها صورة في الخط هي رأس حرف العين شو قال الخليل يا شباب آآ 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 قال إن الهمزة والعين مخارجهم متجاورة ومتقاربة فأخذ حرف العين انظروا إلى حرف العين انظروا إليه لو سمحتم وهكذا قطع رأسه وأخذ النصف العلوي منه وجعله صورة لمين؟ للهمزة فهو الذي اخترع صورة للهمزة ومن بعدها صرنا نحن نكتب مثلاً أريد أن أكتب إن فأضع ألفاً وفوقها رأس العين لا.